هذه القافلة الطبية organisée par Axe Urgence en collaboration avec avec la fondation Force Boca, bien sûr avec l'appui de la fondation Mohamed V ou le Jiha. La fondation Mohamed V qui nous a mis à notre disposition tout le matériel ici existant, on peut voir toutes les unités mobiles, la radiologie, le laboratoire, la pharmacie, le dentaire. Donc il y a six unités mobiles qui sont déplacées ici à Marsa Lyon. وهذه القافلة فيها تقريبا 30 طبيب اللي جات من الداخل ولي جميع لي سبيسياليتي كاينين، سبيسياليتي بلومونولوجي، كارديولوجي، الدغماتو، الجينيكولوجي، فريمون توت لي سبيسياليتي كي توش لا بيدياتري. وهذيك في النطاق باش نديرو ان دياغنوستيك كونسلتاسيون الى شفنا كاين شي ناس اللي خاصهم شي عمليات اللي داروا في المستقبل ماشي يجيو معنا ان شاء الله في المواد جونفيي الاطباء من 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 افيسان من هذا باش يديروا لي زانترفونسيون هنايا في العيون في لوبيتال حسن. كيف كان الاقبال لحد الساعه؟ الاقبال الاقبال هنايا احنا دوزنا هاد الصباح هذا تقريبا 700 واحد، وتنتمناو هذه يومين هذه الجمعه والسبت ندوزوا 2000 ديال الناس. تبارك الله كنا ديستريبيي الجمعيات في المرسى وفي النواحي، وكان اقبال هذا والناس الحمد لله ناشطين بهذه المبادره، وتيطلبوك هذه المبادره التعود ان شاء الله في زعما ساعه ساعه نجيو نديروا هذه المبادره هنايا في هذه الاقاليم الجنوبيه. وحنايا في اكسيون اورجونس هذه المبادره تنديروها شاك موا، تنخرجوا في اترافيغ تو لو ماروك باش نساعدوا هاد الناس اللي في اونيفو في الصحه، ونجيب لهم لي سبيسياليست اللي ما تيمكنلهمش افوغ اكسي ليهم. دكتور زكراوي عائشة طبيبة بمستشفى ابن سينا بالرباط وعضوة في جمعية العمل الاستعجالي، أول مرة الجمعية ديالنا كتمشي أوسيلوان كتجي زعما هاد البلاصة، أول مرة جينا للعيون وكنتمنى ما تكونش آخر مرة. دونك كنظلموا هذا المستشفى المتنقل عبارة عن جميع تقريبا جميع الاختصاصات، كاين طبيب العيون، الأسنان، الراديولوجي، لاغيماتولوجي، غاسترو، بيدياتري، أنا إيسيي دو توشي توت لي سبيسياليتي. وتنتمناو أن ما نكونوش قصرنا، والهدف ديالنا أننا نشوفوا أكثر نومبغ ممكن ديال المرضى المعوزين. وثانيا الهدف الاخر ديالنا هو اننا نديروا واحد لا ليست غنجمع الناس اللي محتاجين للجراحه، لان غتجي الفرقه ديالنا اللي تتكلف بالجراحه غتجي في شهر واحد ان شاء الله للمستشفيات بجوج ديال العيون، غيفتحوا للناس المعوزين باش ما يمشيوش دوك الناس يمشيو تايت يحتاجوا يمشيو لبلاصه بعيده، دونك غيجيو لعندهم غيفتحوا لهم. هذا هو الهدف ديالنا وكنتمناو اننا نوصلوا ليه. دكتوره الفئات المستهدفه في هذه العمليه؟ حنايا خلينا الناس السلطات المحليه والناس اللي فوس بوسك بكره اللي كاينين هنا خليناهم يختاروا لنا الناس المعوزين، حنايا حيت ما بعيدين على هذا الموضوع، دونك الناس اللي هما اختاروا الناس المعوزين ديال هذه المنطقه. هذه الحمله الطبيه جات في اطار الحملات الطبيه اللي كتقوم بها جمعيه العمل الاستعجالي بالتنسيق مع مؤسسه محمد الخامس للتضامن، وكذلك بالتنسيق مع جمعيه المجتمع المدني هنا في هذه المنطقه ديال المرسى، واللي كتشمل جميع التخصصات تقريبا، ويستافدوا منها الناس ديال المنطقه. وحنا كفريق طبي ديال فريق العيون فاليوم درنا تشخيص ديال مجموعه ديال الامراض ديال العيون، وكشفنا على حوالي تقريبا ما يفوق 100 شخص اللي استافدوا هذا اليوم هذا، ومازال عندنا ان شاء الله يوم اخر اللي غادي نديروا فيه التشخيص. وكذلك كنقوموا بتحضير المرضى اللي غادي يستافدوا من جراحه ديال الجلاله اللي غادي نستدعيهم المرحله المقبله باش يستافدوا من عمليات الجراحيه، ونتمناو الامور تدوز بسلام. السلام عليكم، اسم بن خمار محمد امين، اختصاصي في الجهاز الهضمي. دونك جينا اليوم الحمد لله مدينه العيون اللي في اطار واحد كرافا ميديكال باش نديرو دي كونسلتاسيون القرى اللي حدا لمدينه العيون. دونك الحمد لله
لله تنشوفوا ان كاين بزاف ديال الناس اللي خاصهم عسبيبي بزاف ديال لي بيلون اللي خاصهم يداروا الشيء اللي ترقبوا به كمرحلة أولى لأن بعد ذلك يجب المداومة والمراقبة دونك حنا بحال تنديرو واحد لينيسياسيون تنبداو واحد المشوار اللي خص ما بعد ذلك يكون مداومة عليه والحمد لله ناس طيبين وحنا فرحانين شرف كل فخر الحمد لله واستقبلونا مزيان الحمد لله عندما نقولوا وحنا فرحانين عندما نديروا هذا العمل ديالنا بكل فخر والحمد لله. جينا هنا تيها انا قبل الدواء واستقبلونا وجبرنا الحمد لله الدواء وجبرنا غايتنا الحمد لله وهي مهمة كاع عندنا الله يعاونكم. دوزوا لك مزيان هنايا؟ والله الحمد لله. الحمد لله. زوزوا لي على وليداتي هنا. مزيان دوزتي حتى وليداتك؟ انا وليدات. استقبلوكم مزيان؟ والله اللي استقبلونا وعطيونا الدواء راهي عندي. الحمد لله.